ليال عبود، نهيتي 2017 كنت عم تجربي تدافع عن حقوقك وترفع دعوى كل شخص عم بيأذيك. اليوم نحن هلا بال 2018، ليال عبود رفع دعوى جديدة، خبرينا شو السبب انه اليوم انت دافع دعوى على شبيهتك؟ اول شيء مساء الخير، مساكي يا فابيان، عن جد دايما انت بتحفيني انك تكوني موجودة بكل مطرح لازم تكوني موجودة فيه. هلأ اليوم بدنا نحكي عن شبيهة ليال اللي عم بتسبب لي كتير مشاكل. سنة 2018 كانت سنة المشاكل لليال عبود من الدعاوى الرسمية اللي أقامتها بحق أشخاص بيستاهلوا. ما كان عبالي إنه بلش هيدا السنة مع إني أرفع دعوى على شبيهتي اللي هي مرة، واللي عن جد دايما كنت حبها واللي كنت انبسط لوقت أشوفها، لأنه من عمليات التجميل اللي عملتها بتشبهني بالملامح. هيدا ما بيعني انه هيدا الصبية انها تستغل اسم ليال عبود وتستغل صورة ليال عبود ومشوارها الفني وريبرتوارها الفني وتاريخها وكل هالقصص اللي عملتها انا، وكل التعب والمجهود المادي والمعنوي ليستغل بهيدا الطريقة المشينة المعيبة بحق ليال عبود. هيدا مش مقبول ابدا. فأقامت دعوة من فترة 4-5 أيام المدعية دعوة أمتى ضد ألين عبود اللي اسمها ألين بشارة بمغفر أنت الياس، استدعوها على مغفر أنت الياس واستجوبوها، وللأسف بعدها أنه مصرة على الأشياء اللي عم تعملها وأنها هي معها حق، وهذا الشيء معيب كتير وهذا الشيء ما بيقبله. ليال هلا كلهم بدهم يسالوا ان هي لها فتره، وهلا انت حاسه انه عم تستغلي، يعني شو عملت شيء هلا لهالقد نزيتي منها وقررت انه خلص لازم تحطيها عند حدا؟ اول شيء بلشت القصه بين الضحك واللعب. حلو انه الفنان يكون في عندها اشخاص بيتشبهوا فيها بالوسط الفني وبيقلدوها بطرق ستيل لبسها بالميك اب حتى بعمليات التجميل، بس يوصل انه يكون في استنساخ لليال عبود واستغلال اسم ليال عبود بكثير مطارح مش حلوه بحق ليال ومش حلوه بحق تاريخها ولا حلوه بحق مسيرتها ولا باسم عائلتها ولا التقاليد والعادات اللي هي بتنتمي لها. ليال عم تتعب على اسمها، على البرستيج، على الايمج، على اطلالاتها، على طلعات التي في، على الحفلات، مش عم تتواجد بطريقه مستهلكه بطريقه سهله، وهذا الشيء هو بيزيد من قيمه وشأن ليال بالوسط الفني. اللي عم تعمله هيدي البنت عم تستغل صورة ليال واسمها بعد كل هالتعب والمجهود، وعم تأذيني معنويا وماديا. ولفت انتباهي انه من فترة شهر حزيران ب 15 الشهر في اعلان نازل ببرلين وبكذا محطة بولايات بألمانيا بمدن بألمانيا نازل فيها اعلان ليال عبود، وللأسف ما تم الاتفاق معي على حفلات على تور على ألمانيا. والأكثر من هيك اللي خلاني أني أنا عصب واتوتر وارفع هيدي الدعوة الرسمية بحق ألين عبود، أنه عرفت أنه تستغل الاسم ويحطوا صورة ليال عبود، لأنه ألين عبود ما أنا معروفة بالجاليات اللبنانية بألمانيا. بقي الإعلان 15 يوم محطوط بصورة ليال عبود وهي صورت فيلم مثل فيديو مصور مصغر صغير عن بعيد عم بتقول انتروني بمطعم زنجبيل بتور بكذا وابتداء من كذا ونهاية بكذا بألمانيا بمحطات بألمانيا، وما قالت اسمها حتى. وهيدا الشيء بدل انه في فبركة او في احتيال على شيء معين، فتضح انه في احتيال وفي نصب، ما بعرف من قبل صاحب المحل، بس انا اكيد انه هي شافت الصورة 15 يوم وسكتت والساكت عن الحق شيطان اخرس، وهي ساهمت بالجريمة ولازم تعاقب على الشيء اللي عملته. أكيد أنا ما رح إجي يجوا كل العالم على يحضروا حفلة ليال عبود وما تطلع ليال عبود. أنا ماني بهيدي الصورة لحتالي إنه غش، هيدا غش، هيدا احتيال، هيدا ادعاء، هيدا انتحال شخصية، مش بس إنه هي ألين عبود وبس. لا، مش قصة ليال ولا ألين، قصة إنه في فبركة، في قصة، في استغلال اسم إلى كذا مرة عم تعملها، مش أول مرة وتنتين وثلاثة. لا اسكت يعني، وأنا بتعرفي قلبي طيب، بس خلص وقتها يوصل الموضوع لرزقتي ولشغلي ولاسمي أكيد لا،
نقطة على السطر. ليال انت قلت عملت عملية تجميل كتير لتتشبه لك، وهي من كم يوم بعتت مثل خبر عم بتقول انه انا عندي خط الفن، عندي موهبتي، وانا عاملة رتوشات تجميل، بس ليال عاملة كتير عملية تجميل لتتشبه بهيفا. شو رأيك بهذا الحكي؟ يعني شو بدي اقول لك، ما يعني وفسر الماء بعد الجهد بالماء. اكيد انا ليال عبود عم بتعب حالي مش تشبه حدا، تكون صوره نسخ الاصل عن حدا تاني. وهيدي وانا دائما بقول انه النسخه هي فشل وتقليد، ما بتودي لمحل وما بتوصل للنجاح. وانا الحمد لله يعني صار في الي صرت ديفا بهيدا الشيء، صرت الي خطي الفني والي اسمي وإلي تاريخ الفن وإلي الأغاني اللي بتشهد وإلي كليبات اللي بتشهد عن ليال عبود وعن اسم ليال عبود، وإلي ستيل وبصمة خاصة فيه أنا ما بتشبه حدا، لا هيفا ولا غير هيفا، مع احترامي لكل الفنانات الموجودين والموجودات بالوسط الفني. بس أنا بقول إنه ليال عبود تشبه حالها، بتشبه الستيل اللي ممكن تطلع فيه كل مرة بتجدد، بحيوية، باستمرار، بعطاءات فنية ما بتشبه لا قبل ولا بعد. هلا في كثير اشخاص بدهم يقولوا بس يشوفهم انت عم تعملي دعوه ضدها او عم تهجميها بده يقولوا انت صرت خايفه انه تاخذ من شعبيتي، شو رايك؟ لا هيدا مش انتقاص من شعبيتي او انتقاص من قوتي بالوسط الفني او قوتي بالساحه الفنيه. انا عندي جمهور بيحلف باسمي، عندي ناس بتحبني، عندي فانز بقدسهم مثل ما هني بحبوني وبيوثقوا فيني، عندي عطاءات فنية لازم هلأ دايماً أقدمها وأعطي أكتر تحت لي ضل متواجدة بصورة حلوة. أكيد هلأ بوكالة محامي قانوني وهو مازن حلال، الأستاذ مازن حلال هو عم يهتم بكل تفاصيل الدعوة المقامة بحق ألين عبود بجبل لبنان ببعبدة، وضمن الاعتراف أنه في ارتكاب خطأ باسم ليال عبود، وهيدا الاسم عم بتعب عليه لي فترة 10 سنين، 11 سنة عم بتعب على هيدا الاسم لحتى لي كبرته وسهرت عليه، عملت مجهود شخصي، انتاجات فنية مش جايبتها من عبث، تعبت عن جد، تعبت لوصلت، مش تتجي وحدة تقطفها هيك بالسهل، يعني ما حدش ياكلها بالسهل مثل ما هي مفكرة قالين. واكيد هيدي الدعوة دعوة رسمية وقانونية، لا مش لحتى لي انه خليها تدفع مصاري او استفيد منها معنويا او ماديا، لا بالعكس، لحتى وقف لحد انه ما تقربي فيه، في هون حدود لازم توقفي عندها، ولازم انت تعملي دعوه، مش دعوه، تعملي تعهد رسمي ضمن هيدي الدعوه انه ما بقى تستغلي اسمي ولا نيك اختي ولا نيك ليال عبود. ما بطالبها بشيء، بطالبها انه ما تستغل اسم ليال عبود وبس، انه ما تستغل هيدا الاسم. انت قالين عبود سفلي منك لحالك، ما تتقربي صوبه، عرفتي شو القصه؟ هي القصه عم تاذيني، في كتير مطاري عم تروح عليها، انا ما بروح عليها، وهي بتعرف كتير منيح، بتعرف كتير منيح قد ايه اذتني ووين اذتني. وين اذتك وكيف اذتك؟ يعني شو استغلت؟ كان عندك شيء فرصه بدك تاخديها هون بلبنان اخذتها منك؟ بالعكس، لا اذتني بمطارح انا ما بروح عليها وهي تحت اسم ليال عبود، اذتني بحفلات كاراوكي بتروح عليها، انا ما بروح حفلات كاراوكي، سوري انا ماني مضطره اروح حفلات كاراوكي، او ينقال ليال عبود كانت بقهوه كذا، بمطعم كذا، بمحل كذا، كانت بسبينس، كانت انا مبروح، انا مطارح اللي بروح عليها مدروسه. صدقيني حياه الفنان مش لإله، لازم يدرس خطواته صح، وين ما بده يكون، وين ما بده يتواجد. هيدا الشيء ما لازم يكون يعني سهل التناول، ولا انه يكون مستهلك بطريقه عشوائيه، لازم يكون في خطوات مدروسه للفنان، وانا هذا الشيء عم بتعب عليه، مش تتجي يجي حدا يشوه هيدي الصوره.